ان اي دولده اي اصلاح حسابته ميسو مسؤوليته ان اي قاضيس وحيد عي مسؤوليته اسلام اركانا للا حسابته ميدونه عيد كستو او حل ساريد ارنتاس انا لله وانا اليه راجعون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وحان هل كان تعسي ودريا لما شهدتي كوبا حذي قعنت كوا آن ويري كرنوين يهين أبناء جهنم أما عيالك نارت كوا يهين وحاكلون رنتي او إلهي سبحانه وتعالى او يدينينا إن او بوغرنا يو انت كل عوانتي دادك الصوماليات انت كل متي ويرركي اي سوق هذين أبناء جهنم وشهدو إلهي إذن كيس وحان إلهي أبرينا إن إلهي أقبل الشهادة ده قويسسكي يا قرابة يا إيك جيريو ذينا وحان لنا هاي سمري إيمان الله إذن كسيو وحان إذن لو ذاقينا حنونك وحان إذن لو ذاقينا مرقدة يا تيران يذا كوانا وعمينا إلهي إذن كيس وحان أنت هاي دم بداف وحان إلهي وبرينا عافي ما دق دقين إلهي السيو وحا حقيقة تدك الصوماليات إني أغادان ننكي عمر بن الخطاب دي رضي الله تعالى عنه عثمان بن عفان أمير المؤمنين ذي النورين دي رضي الله تعالى عنهما الله بضب إنو سنعيق الدينين وحاوية الله وعلى بخي يرميذن إنان دورنه أنك يا شباب إيو مقع الصحدة إليهين وآه إليهين عيالك نارته وحان كلا دورنا إنا إنا إياه النولادان إيان إياه إنا إنا النولان لكن إسلام النولان كرن وحان رجينا يا سيدا شعبك الصوماليات قوان كوغاري دول دودنا يكوه قامين يسو إنا إصدافيان إنا نصدافين دونو دلقات كينا إنو دماضي أيان رجينا يا وحان ربا إنا نحلكن أمان يبوادن أغسو جيديو مجاهدين تا عيدا مدينة شرفت له مجاهدين تا دي قوضة أشبي نفتوضة أهري إنا يبدباديان عرور توضة ولا لهود هو يوين كود يا آبايال كود حاليها ومهد سنتهين وحاتهين مجاهدين دبا وحان الرباء إن أتسيدا نيوتان إلهين الجهاد كينا هيدن كاقبلو إنتي إني كشهيدين وشهدو إنت كل عوانتين أيقنا واجب أي قذنين وأي ضد كوضة أي كدفاعين ورابياشاس أبناء جهنم ذا أي كل عوامين وحان رجينا يا إن إلهي سبحانه وتعالى أيقنا أبو قردو وحان رباين أن هذا الكي يكسو قبق قبيو هدي وجدك ياهي إن دتك لن يتجبيو هدي وجدك ياهي إن شعبك الصوماليات قوستي إنو هيريده أبناء جهنم أما عيالك النار تايسكدو القاضان إن لتشوتيو أو لإستاتيو تاسي مصر عريس صومالي قوان بيقادي وحيكا صعطا هيريده إلا إسكدو القاضو gal mudug waxay ka socotaa Hirshabeelle iyo meelo kale oo dalka ka mid ah waxayna si dhab ah uga bilaaban doontaa meelo badan oo kale waana la iska xoreynayaa Ilaahay idinkiis mar Alla markii ay xukuumadu u soo jeesatay in ay gargaar u fidiso dadka Soomaaliyeed ay abaaraha la daala dhacaya markii ay xukuumadu Soomaaliyeed u soo jeesatay إن أي جارسيسو بيو يدووين يجرجر ككلي وباهين هين أيه واحد يقول أنكوا جارين أيه يقول إن أي كم مشغولين
in ay dadkii la badbaadinayay inay ayaka laayaan. Marka waa gacan wax badbaadinaysa iyo gacan wax dilaysa. Kee baa jihaad ah? Waxaan rabaa inaan halkan ka sheego, dowladda Soomaaliyeed, xukuumadda Soomaaliyeed waxaa saaran mas-uuliyad, ayadoo gudanaysa mas-uuliyaddaas dadkeeda ka saaran. Waxaan booqday isbitaalada, waxaanan amray in la qaado oo dibadda lagu soo daweeyo dadka halista dhaawaca halista qaba, dhaawacyada culculus qaba. Ma aha keliya kuwii ku dhaawacmay qarixii Jimcadii dhacay, ee kuwo kale, dad Soomaaliyeed oo kale oo caruur ku jirto, oo ay noo sheegeen dhakhaatiirtu inaan waxba gudaha looga qaban karin, ayagana waa ku darnay. Waxaana sida ugu dhaqsaha badan haddii Ilaahay idhaahdo u howlgelaynaa caawa laga bilaabo sidii dadkaas dibadda loogu qaadi lahaa ee loogu soo dhaweyn lahaa haddii Ilaahay idhaahdo. Waa waajibka dowladda, waana ku dhaqaaqnay insha Allah, waana ka shaqaynaynaa. Ugu dambaystii waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan, u midoobaan cadowga siday isugu celin lahaayeen, u midoobaan siday isu xorayn lahaayeen, u midoobaan sidii aysan sida ay haddad sameeyeen aysan mar dambe u dhici lahayn. Waxaan rabaa oo kale inaan halkan dadka Soomaaliyeed uga sheego una ballan qaado in ay dowladdu ay isla xisaabtamayso mas-uuliyadda inay qaadayso wixii dhacay mas-uuliyaddeeda, isla markaana lala xisaabtami doono cid kasta oo u xilsaarayd arrintaas ama khidmadaas ama shaqadaas dalka inay u hayso. Lama aqbali karo wixii dhacay inuu mar dambe dhaco. Lama aqbali karo in qof shaqo loo diray gabay uu sababo in wixii dhacay uu dhaco. Qaali bay nagu yihiin dadka Soomaaliyeed, waxaana waajib naga saaran yahay inaan ilaalino naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda inaan ilaalino ayuu waajib naga saaran yahay. Waxaana gudan doonaa Ilaahay idinkiis, inta tabara meesha ugu dambaysa ayaana gaarsiin doonaa. Cid kasta oo gudan weyda waajibkeeda, cid kasta oo gaabis ka yimid, cid kasta oo xadgudub ka yimid, intaba waa lala xisaabtami doonaa. Waxaan rajaynayaa Ilaahay idinkiis inayna mar dambe nagu soo noqonin. Mar kale waan u tacsiyeynayaa dadka agoontoobay, kuwa rajoobay, iyo kuwa runtii ku adimo iyo luga beelay, intaba waan u tacsiyeynayaa. Waxaana idin leeyahay waa niyaddiinna insha Allah khayr u sheega, kii dhintayna waa shahiid, midka dhaawacmayna waxaa insha Allah aan rajaynayna Ilaahay dembigiisa ku dhaafo. Aad iyo aad aad u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.